بسم الله. النهاردة هنعمل سلايدنج جيك، ودي حاجة بنستخدمها في الديستلايزيشن باستخدام أو بمساعدة التادز أو المانسكرو. سريعا كده عشان ما نطولش وقت الفيديو، احنا بنعمل بنختار الأول أو بنحدد طول الباور أرم اللي احنا نشتغل بيه، وليكن مثلا الوقت هنا، بعدين نعمل بنت صغيرة عشان نحدد أدى الطول اللي احنا عملناه. أدى البنت الصغيرة كده، وبعدين هنعمل هيليكس. الهيليكس ده من عند البند هيبدا اعود هنا كده عند الهيليكس بالظبط عند البند، ابدا اعمل هيليكس اهو، ضغط كامل. ده اللي هيكون البار ارم بتاعي، وده هلف بيه من ورا من هنا. تمام، واضحه. هذا الباور ارم، ده اللي انا هعمل بيه الهيلكس. كملت، هنقل اللوب فورمر بتاعي عشان الف اكمل اللفه بتاعتي اهو. كملت كمان شويه. انا عاوز المنتج النهائي يكون عامل ازاي. الباور ارم واللي هيطلع منه بعد كده يكونوا الاثنين في مستوى واحد، فانا ببدا اظبط اموري عشان يطلع بالشكل ده. طيب ادي الاولانيه الباور ارم اهوت، باخده شويه مثلا كده اهي، ادي الباور ارم، واضحه. طيب اكمل شغلي اهو، انا كده اشتغل على تحت اهوت، وابدا انزل اعمل ايه، اظبطها مع بعضها. هذا الشكل اللي انا مطلوب اطلعه. طلعت الاثنين الباور ارم واللي بعدها من بعد الهيليكس الاثنين في مستوى واحد، وده المطلوب كده، واضحه. تمام كده انا اعتبر خلصت اصعب حته. طيب في الوقت الحالي المين ارشوير هيكون فين؟ هيدخل في الايه، في الهيليكس ده، وده هيكمل هوريزونتال كده. تعالى ناخد الهوريزونتال، اسيب 2 مللي مثلا من تحت الهيليكس، وابدا اخد الهوريزونتال بتاعي. ادي ال 2 مللي اللي انا خدتهم، تنيت هوريزونتال، بقى الشكل عندي بالشكل ده. ادي الهوريزونتال بتاعي، واضحه. طيب انا بقى همشي مسافه قد ايه؟ دي اتحددت على الحاله نفسها، المريض نفسه اللي قدامك. هتشوف انت مثلا هتعمل من هنا مثلا من بعد الكناين او من بعد اي مسافه اللي انت تبدا من عندها الباور ارم لغايه ما تطلع مثلا عند السكس او عند زي ما انت توقف، هتحدد من عندها المسافه الايه؟ الهوريزونتال بتاعها. بعد كده هقصر دي شويه عشان تبقى الامور اسهل. بعد كده هنطلع بالهوريزونتال، خلينا مثلا نفترض ان احنا نطلع هنا، يبقى انا هطلع ده هوريزونتال. اللي انا طلعته من الهوريزونتال ده يكون على نفس المستوى ده. يعني لو مسكت ده كده المفروض ان ده والباور ارم يكونوا في مستوى واحد، هما كده مش في مستوى واحد، فانا اعدله او يكونوا الاثنين قد في اتجاه واحد. تمام؟ طيب انا طلعت دلوقتي بالهوريزونتال. تعالى نخلص الهوريزونتال خالص عشان نبقى خلصنا منه. الهوريزونتال عندي طريقه من اثنين. الطريقه الاولى في حالة إذا كان عندي اكسسوار سلوت، يعني أنا حاطط باند أو 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 تيوب وفي اكسسوار سلوت أحط فيها السلك ده، وبالتالي هعمل إيه؟ على المستوى اللي عندي من هنا الهوريزونتال ده أقوم جاي عامل بند مثلا كده أهوت كده مثلا، هفترض إن هي دي هتدخل في الإيه؟ في الاكسسوار سلوت بقى الشكل كده. طيب أنا ما عنديش أو عندي سنجل سلوت في التيوب او في الباند اللي انا ايه حاططها، فبالتالي يبقى لازم السلك ده يتعلق على الايه، المين ارشوير. فبالتالي هقطع انا بقى دي كده، محتاج اطول السلك شويه فاعتبر كده. كده دي الحاله الثانيه.
انا اعتبر الهوريزونتال بتاعي هنا، انا بعمل كده عشان اطول الجزء اللي ورا ده اهو، وزنت الاثنين جنب قصاد بعض في مستوى واحد. طيب انا دلوقتي بقى ده كده الباور ارم بتاعي، وده على المستوى الثاني اللي ورا، عاوز اعلقه على مين؟ على المين ار شويه. فبالتالي انا هجيبه ازاي؟ هجيبه كده باستخدام برضو اللوب فورمر، اضغط 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 اضغط، عملت لي زي هوك اهوت. كده الحته دي بالظبط هي اللي ايه، هي اللي هتركب على المين ار شويه، هتتعلق فيه بالظبط. بقى شكلها كده، ممكن تحسن شكلها شويه لو انت يعني دي الحته اللي ايه لورا. طب بالنسبه لقدام بقى، الباور ارم بتاعي كده اللي انا خلصته وطمنت ان هو واقف مظبوط والزاويه مظبوطه وكل حاجه تمام، مثلا الزاويه دي عاوزه تتعدل شويه اهو، هعمل الهوك اللي قدامي اهو من خلال اللو فورمر برضو، اقوم مطبعه لقدام اهو، عملت كده زي هوك، اعمل له بس زي ايه، ارجع سنه صغيره ورا عشان تبقى مظبوط. اظبط بقى لو عندي اي حاجه مش ماشيه في نفس الاتجاه. وده الشكل النهائي اللي احنا نقدر نطلعه من السلايدنج جيك. عاوزين نعمل زوم على كل الكلام بقى عشان تبقى الدنيا ايه واضحه، مثلا تتعادل كده. طبعا ده ممكن تعمل من 19-25 ستلس، ممكن تعمل من 1 ملي من الراوند لو فيه، لو موجود كده لو مظبوط كده. شايف كل حاجة؟ هذا الشكل النهائي. واضح؟ وهذا الشكل من ايه؟ من الشكل كده من قدام لورا، من ورا لقدام. ان شاء الله يكون مفيد، وان شاء الله تكون تجربه كويسه ان احنا نعمل حاجات عامله زي كده. وبالتوفيق للجميع. يلا سلام.